سورة العلق. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم. الذي علم بالقلم. علم الإنسان ما لم يعلم. كلا إن الإنسان ليطغى. أن رآه استغنى. إن إلى ربك الرجعى. أرأيت الذي ينهى. عبدا إذا صلى. أرأيت إن كان على الهدى. أو أمر بالتقوى. أرأيت إن كذب وتولى. ألم يعلم بأن الله يرى. كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية. ناصية كاذبة خاطئة. فليدع ناديه. سندع الزبانية. كلا لا تطعه واسجد واقترب. آية السجدة. سورہ علق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ دے نام نال جڑا بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. پر اپنے رب دے نام نال جن پیدا کیتا. پیدا کیتا آدمی لہو دی پھٹکی دا. پر تے تیرا رب بڑا کریم ہے. جن علم سکھایا قلم نال. سکھایا آدمی نو جو نہیں سی جاندا. انج نہیں آدمی ضرور پھٹ جاندا ہے. اس واسطے جو ویکھدا ہے اپنے آپ نو دولت مند ہو گیا. ضرور تیرے رابی والے مڑ جانا. ਭਲਾ ਵੇਖਿਆ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਮਨਾ ਕਰਦਾ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਦ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹੇ. ਭਲਾ ਵੇਖਿਆ ਹੀ ਜੇ ਹੋਵੇ ਨੇਕ ਰਾਹ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਹੁਕਮ ਕਰਦਾ ਬਚ ਕੇ ਤੁਰਨ ਦਾ. ਭਲਾ ਵੇਖਿਆ ਹੀ ਜੇ ਚੁਠਲਾਇਓ ਸੂ ਉਸ ਮਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸ਼ਖਸ ਨੇ ਹੱਕ ਨੂੰ ਅਤੇ ਮੂੰਹ ਮੋੜਿਓ ਸੂ. ਭਲਾ ਇਹ ਨਾ ਜਾਤੋ ਸੂ ਭਾਈ ਅੱਲਾ ਜ਼ਰੂਰ ਵੇਖਦਾ ਹੈ. ਇੰਝ ਨਹੀਂ ਜੇ ਮਨਾ ਨਾ ਰਹੇਗਾ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਅਸੀਂ ਘਸੀਟਾਂਗੇ ਬੋਦੀਓ ਫੜ ਕੇ ਮੱਥਾ ਉਹਦਾ. ਝੂਠਾ ਤੇ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਹੈ. ਫਿਰ ਪਿਆ ਸੱਦ ਲਿਆ ਹੈ ਆਪਣੀ ਪਰਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਸੱਦਾਂਗੇ ਦੋਜ਼ਖ ਦੇ ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ. ਹਰ ਗਿਜ਼ ਉਸ ਦੇ ਆਖੇ ਨਾ ਲੱਗ. ਸਜਦਾ ਕਰ ਤੇ ਨੇੜੇ ਹੋ.